أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج ثنايا الخبر. توتر هو الأكبر من نوعه بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، وفي الأسباب دعم قطر لمنظمات تعتبرها دول الخليج إرهابية. أما النتائج حتى اللحظة فهي قيام السعودية والإمارات واليمن والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع قطر بشكل كامل وإغلاق كافة طرق النقل أمامها. وأكثر من ذلك، قامت الإمارات بإمهال القطريين المقيمين فيها 14 يوماً لمغادرة أراضيها. ما حقيقة هذا التوتر؟ ومن المستفيد من ذلك؟ ولماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ وكيف سينعكس كل ذلك على الثورة السورية؟ أسئلة نطرحها على الضيوف. الأستاذ جميل عمار المحلل السياسي سينضم إلينا من ستوكهولم من السويد، وأيضا السيد عبد الباسط الأركاني الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض. أهلا بكما. أبدأ معك سيد عبد الباسط. سيد عبد الباسط، أهلا وسهلا بك. بداية الأمر، دول الخليج وقطر، يعني هذه الدول في بوتقة واحدة وضمن مجلس التعاون الخليجي، ما الذي حصل فجأة لتقوم دول الخليج بقطع علاقاتها مع قطر ولتصل الأمور إلى هذا الحد اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. أهلا بك. يعني أنا أعتقد أنه هذه الأزمة ليست وليدة اليوم. باعتقادي الشخصي أنه هذه التصرفات التي تتصرف بها دولة قطر الشقيقة يعني منذ أكثر من 3 عقود إلى ما قبل ذلك، يعني كان دول الخليج العربية يعني تصبر ويعني تشوبها وتلبس لباس الحلم، ويعني مؤخرا بعد سقوط حكم الإخوان في مصر ودعم قطر لهذه المنظمات باسم نصرة المستضعفين وغير ذلك، يعني أنا ذاك يعني نشبت هذه الخلافات، وإن كانت سرا لم يكن معلنا على الملأ، لكن هذا صباح اليوم يعني انفجرت بأكملها، ويعني هذه الإجراءات التي اتخذتها على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة بحرين وجمهورية مصر العربية وكذلك جمهورية اليمنية وليبيا وجزر المالديف وربما تتبعهم الدول اللاحقة، يعني هذه دول تثبت يعني للشعوب العربية ولصناع الرأي أن يعني أن هذه الدول يعني تأذت من سياسات قطر الخارجية، يعني لا يمكن التغاضي مما تفعله قطر من سياساتها الخارجية التناقضية بين أن تكون يعني حليفا لدول الخليج العربي في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، وبين خفائها وتعلن وإن كان لا تعلن دعمها للحوثيين الإنقلابيين، وبين دعمها للثورة السورية العظيمة في سوريا وعلنا وسرا يعني تقوم بدعم جبهة النصرة يعني المصنفة دوليا إرهابيا، وهذه ازدواجية المواقف القطري يعني ساهم ب يعني خلق فراغ من التوتر بين دول الخليج العربي وكذلك الدول العربية على رأسها مصر بينهم وبين دولة قطر. يعني إذا سمحت لي عزيزي يعني أستوضح لك بعض المواقف دولة قطر الشقيقة، نأمل يعني قبل سردها أن تعود هذه العلاقات إلى ما كانت عليه سابقا. يعني في عام 2009 يعني قطر أكدت مساعيها للتشاور مع إيران وفتح كافة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الواسعة مع إيران، والمملكة العربية السعودية مع دول الخليج العربي لا تمانع في فتح علاقات على نطاق واسع مع إيران، لكن في عام 2010 يعني رفضت قطر استخدام القاعدة الأمريكية ضد إيران، وهذا محل نظر ومشكوك في ذلك،
ذلك أن قطر وعلاقتها بإيران امتدت ما بين احتواء إيران لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ويعني تماهي إيران مع هذه الجماعة باعتبار أنها جماعة يعتبرونهم جماعة معتدلة ولهم قبول في الأوساط الإيرانية، وكذلك دعم المعلن الصريح لدولة قطر للجماعة الإخوانية. وأعتقد أن هذه الجماعة هي السبب من شبه هذه الأزمة المدوية وسبب هذه الافتعال والأزمات. في عام 2015 دافعت قطر عن إيران إزاء ملفها النووي مباشرة في أكبر منظمة عالمية في الأمم المتحدة، وهذا موقف يناهض ومناقض ومغاير تماما لأسس ومبادئ دول مجلس التعاون الخليجي العربي التي تشكل الطاقة النووية أو الملف النووي الإيراني تهديدا مباشرا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. أيضا دولة قطر الشقيقة لعبت على وتر الفئة الشعبوية لإثارة الشباب في الوطن العربي باسم نصرة المستضعفين، وهذه المنهج أو هذا المنهج الذي يتسق أيضا مع نظام ولاية الفقيه في إيران الذي تدعي أنها تستنصر المظلومين وتأوي المظلومين على أراضيها وتنصر المظلومين كافة بلدان العالم العربي الإسلامي، وهذا من فعله أيضا قطر. يعني ربما هناك يعني تكون اختلافات يعني سطحية لكن جذورها هي نفسها، ولذلك يعني دعت الدول الخليجية مثلا بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى إرسال رسالة عتاب وجرس إنذار لدولة قطر أن ما تفعله هي غير صائبة وأن ما تفعله هي يعني محل يعني زعزعة استقرار ووحدة أم دول مجلس التعاون عامة، ناهيك عن ما تقوم به دولة قطر تجاه المملكة العربية السعودية. يعني هناك أشياء يعني معلومات خطيرة جدا يعني يمكن إذا سمحت لنا نسردها. مثلا دعم المنظمات الإرهابية من دولة قطر، فمثلا على سبيل المثال دعم دولة قطر لميليشيات الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي في إيران التي تفتك وتقتل أهل السنة في الفلوجة وفي في 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 كافة أصقاع إيران العراق يعني بنصف مليار دولار. يعني هذا دلالة صريحة وحقيقة دامغة على تورط دولة قطر الشقيقة في دعم الكيانات الإرهابية. ده على لسان وزير الخارجية قطري قبل تقريبا 3 أيام قال أنه لا يتعامل مع منظمات أو تنظيمات أو أحزاب أيا كان سياسية أو إسلامية إلا إذا كان هذه الأحزاب ضمن الحكومات. يعني نرى هذا تناقض كبير جدا بين الأقوال وبين الأفعال. يعني لا يمكن أن الأقوال تثبت يوما ما الأفعال هي من تثبت أمام الرأي العام. وقد ربما أنه يعني كذبة الاختراق لوكالة أنباء قطر قد فشلت فشلا ذريعا في احتواء هذه الأزمة والتي قد انفجرت صباح هذا اليوم بسحب السفراء ويعني إجلاء المدنيين القطريين. سعود إليك في تفاصيل. نعم. جيد. طيب سأعود إليك بعد قليل لنفند أكثر حول هذا الموضوع وانتقل إلى السيد جميل. سيد جميل، كل ما يجري الآن كيف سينعكس هذا التوتر الخليجي القطري على الثورة السورية؟ سيد جميل. نعم سيد جميل، هل تسمعنا؟ هلا أنا بسمعك، سمعني؟ تمام سامعك. أستاذ جميل، كنت قد سألتك كيف سينعكس هذا التوتر وهذا المشهد الذي يجري الآن في الخليج العربي على قضية الشعب السوري، على الثورة السورية؟ مساء الخير. أولا لنفند في الحقيقة موضوع يعني الاتهامات اللي حاليا تساق باتجاه قطر. أزمتنا الرئيسية هي ما يعني توجيه الاتهام فيما يخص موضوع الإخوان المسلمين. قبل ما يكون هنالك صراع على السلطة في مصر لم يكن لها أي تصنيف، لا إرهابي ولا أي تصنيف
يعني معادي إلا فقط من الإمارات، كونه موجود محمد دحلان في الإمارات ويحيك مؤامرات لي يعني ينصب نفسه في فلسطين بدل أو مازن، وليسقط حماس أيضا اللي هي بتمثل الإخوان في فلسطين. العملية كلها أخذت الإطار هذا. يحق لأي دولة أن يكون لها وجهة نظر، لقطر وجهة نظر أنه ما وجد في أو ما تم في مصر هو انقلاب. السعودية في ذلك الوقت كان لها وجهة نظر مختلفة. يفترض اختلاف وجهات النظر لا تنعكس على موضوع العلاقات المباشرة بين الدول. ولكن الرجل يقول لك يعني وسأعود إليه بعد قليل أن هنالك وثائق تؤكد أن قطر قامت بدفع 500 مليون دولار، يعني نصف مليار دولار للحشد الشعبي، وبنفس الوقت تقول أنها تدعم الثورة السورية. كيف هي تدعم الثورة السورية ضد النظام الأسد وبنفس الوقت تدعم الحشد الشعبي؟ هل الحشد الشعبي بحاجة لفلوس من قطر؟ رقم واحد. رقم اثنين، العلاقات مع إيران، يعني سمعنا من فترة بسيطة ما تم التحويل المبلغ الهائل من قبل الإمارات إلى إيران، تسديد الصندوق الدولي تبعها. اثنين، نعرف انه حجم التبادل التجاري 300 مليار تم بالفترة الأخيرة مع الإمارات. العلاقات بين الإمارات وبين إيران على مستوى عالي جدا، تفوق العلاقات بين قطر وإيران. هذه من جهة. من جهة تانية، في التسريبات التي تمت لظهرت للسفير الإماراتي في واشنطن، الحقيقة في واشنطن، قال انه قطر والكويت هي من تدعم الإرهاب، لكن مع ذلك لاحظنا أنه كان توجيه السهم إلى قطر فقط ودون الكويت. في هنالك من يلعب، والحقيقة في يعني يلعب لعبة قذرة تماما، خلينا نقول لآخر حلم عربي موجود لدينا هو مجلس التعاون الخليجي، لهدم هذا الحلم ولتفكيك هذا الصرح اللي كنا كلنا نحن نراهن عليه. ولكن مع ذلك نحن ما زلنا حتى الآن ننتظر، يعني أنه يكون في كما حدث سابقا بحكمة حكمة. أستاذ جميل نعم. طيب أستاذ جميل، يا ريت تقطع الصوت تقريبا آخر جملة أو جملتين، ما وصلنا منهم ولا أي شيء. حبذا لو أعدت، أنا أكرر، نحن الحقيقة يعني ندعو الملك سلمان بحكمته وولي العهد وولي العهد ليتم احتواء الأزمة هذه بشكل أو بآخر، لأنه برجع بقول مجلس التعاون الخليجي هو الحلم العربي المتبقي لنا لما يسمى الوحدة العربية. تفكيك مجلس التعاون الخليجي يعني إنهاء ما يسمى حالة الوحدة العربية تماما، أو ما يسمى الوطن العربي. طيب. قطر بحاجة إلى أن يكون هنالك احتواء أكثر من أن يكون هنالك مقاطعة، وأكثر من يكون هنالك أن ندفع قطر. إذا كان هنالك احتمال قطر أن يكون في تقارب إيراني في عملية القطيعة، ندفعها أكثر إلى الحضن الإيراني. فنحن بنخسر أكثر، لأنه في النهاية نحن كسوريين نشعر أنه أي أزمة بتحدث في الخليج تنعكس بشكل مباشر على الوضع في سوريا. يعني حتى لما صارت مشكلة اليمن لاحظنا أن السعودية أكيد ومن حقها تماما أنه بدأت تصرف جزء كبير من اهتمامها باتجاه اليمن على حساب القضية السورية. الخليج إذا انشغل بنفسه فسينشغل عن سوريا، وستقع سوريا فريسة للروس والإيران وللنظام معا. طيب أرجو أن تبقى معي، والعملية هي تم احتواء بأسرع ما يمكن. تمام. من هذه النقطة أنتقل إلى سيد عبد الباسط. سيد عبد الباسط، يعني هذه الإجراءات التي قامت بها الدول الخليجية تجاه قطر، لن تدفع قطر إلى الارتماء أكثر كما يقول لك السيد جميل بأحضان الإيرانيين وفتح علاقات مع الإيرانيين اقتصادية وغير اقتصادية؟ نعم تفضل. نعم، بالنسبة لما تفضل به ضيفنا الكريم، بالنسبة للحشد الشعبي، يعني كما جاء على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصريح العبارة عندما قال أن الحكومة القطرية دفعت أموالا هائلة عبر يعني حقائب ضخمة جدا بواسطة الطيران القطري
وما رافقهم مسؤولين قطريين، وطبعا هذه أشياء معلنة. لكن بالنسبة لي أيضا ما يخص قطر وانتمائها بحضان إيران، يعني أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية بدورها القيادي في العالمين العربي والإسلامي هي يعني حست منذ كما جاء، يعني أنا لن أنقل عن نفسي، يعني سأنقل يعني تصريح رسمية، يعني كما جاء في بيان من مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة العربية السعودية حثت دولة قطر منذ عام 1995 ميلاديا على الالتزام بتعهداتها لمبادئ مجلس التعاون الخليجي بعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية. يعني الآن من يدخل في سيد عباسيط؟ ألو سيد عباسيط، هل تسمعنا سيد عباسط؟ سيد عباسط نعم، حبذا لو أعدت أيضا، للأسف الصوت تقطع قليلا، تفضل. نعم، أنا يعني كنت أقول أنه بالنسبة للحشد الشعبي في في العراق وما نعم يفعله من هذه سمعناها، ولكن عندما قلت أن من عام 1995 كانت يعني السعودية تحث قطر على أن تبتعد عن إيران وما إلى هنالك، من هنا أكمل لو سمحت لنا، تفضل. نعم، ما جاء في تصريح وزارة الخارجية السعودية أن المملكة العربية السعودية من عام 1995 ميلاديا حثت دولة قطر على الالتزام باتفاقيات الدولية وتعهداتها في مجلس التعاون كعضو ضمن دول التعاون الخليجي العربي على عدم التدخل في دول العربية والكف عن ذلك، ويعني لا تكون أداة لشق الصف العربي. نحن لا ننكر يعني مساهمة دولة قطر في مساعدة الدول أو الجماعات التي تعتبر أنها هي معتدلة، بينما هي مصنفة عالميا أنها جماعات إرهابية، مثلا جبهة النصرة. الآن جبهة النصرة مصنفة دولا على أنها إرهابية، ويعني من الطرافة يعني من الغرابة أن دولة قطر، نحن يعني المملكة العربية السعودية وكذلك الدول العربية والخليجية لا تمانع أن تكون هناك علاقات بين الدول الخليجية أو العربية مع إيران، خاصة علاقات اقتصادية، لكن لا يمكن التغاضي أن يكون هناك دولة تتماهى مع إيران وترتمي نفسها إلى أحضان إيران وتصف طيب. أنها دولة يعني لها لا يمكن التغافل عنها وإلى طيب. غير ذلك. طيب سؤال يعني في إذا سمحت دقيقة فقط. تفضل بس على العجالة، لأن هنالك سؤال مهم بنفس السياق. طيب بالنسبة للدعم كما جاء في خطاب وزارة الخارجية السعودية أن أيوة. المملكة العربية السعودية تضامنا مع المملكة البحرين إثر ما تتعرض له من حملة شعواء من دولة قطر، وكذلك أيضا دعم قطر. يعني في عام في نوفمبر هذا العام دولة قطر استضافت منتدى الإقليمي للمنظمات الغير حكومية القطرية والإيرانية على أراضي القطرية، ذلك لمهاجمة المملكة العربية السعودية، وتصف أن ما تقوم به من تحالف العرب اللي تقود المملكة العربية السعودية لإنقاذ اللبن من براثن وأزرع إيران الحوثيين الانقلابيين، تصف بأن هذه يعني قتل همجي، وتصف بأن هذا غير مبرر. يعني كيف يمكن أن نقبل، يعني نحن من بلاد الحرمين أن نقبل أن تكون دولة خليجية عربية تستصنعنا ثم من خلفنا قطعنا بخنجر إيران؟ يعني لا يمكن. يعني على سبيل المثال قطر يعني تدعم لا يقف على ذعاق، لأن قطر تدعم المعارضين السعوديين المشاركين في لندن وتتكفل بإنجاب سكنهم. يعني هذا لا يمكن التغاضي عنه ولا يمكن السكوت عنه. يعني الصبر له حدود في كل شيء. طيب. في بيان نسبة أو يعني قامت بنشر هذا البيان وكالة الأنباء السعودية، يقول البيان: اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثية الانقلابية حتى بعد إعلان التحالف دعم الشرعية في اليمن. نعم. هل هذا منطقي برأيك؟ يعني هل هذا منطقي أن نعم
نعم، وهذا ما يؤكد لنا حقيقة صبر وتماسك وضبط النفس التي التزمت به المملكة العربية السعودية كدولة كبرى إزاء تصرفات ومشاغبات دولة قطر. لكن صبر لكل شيء له حدود. المملكة العربية السعودية وإن كانت تعلم أن يعني لم ترد في آنذاك في بدايات التحالف العربي شق الصفوف بنفسها، لكنها ما إن تمادت دولة قطر الشقيقة في تدخلاتها السافرة سواء كان في العراق أو في ليبيا أو في طيب قضية كيف يعني هنا السؤال أستاذ أبسط، يعني ربما يستغرب المشاهد من 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 هذا البيان، يعني من هذا البند تحديدا، أن قطر يعني هي مع التحالف الخليجي ضد الحوثيين وتدعم الحوثيين بنفس الوقت، كيف يعني يجري ذلك؟ لا يعني عزيزي الكريم، هذه التناقضات السياسية معروفة على الملأ، يعني هي ليست فقط في القضية اليمنية. على سبيل دعنا نأخذ على سبيل المثال القضية الفلسطينية. دولة قطر الشقيقة لا تعتبر منظمة التحرير بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس له أي شرعية في فلسطين، بينما توقع في الوقت ذاته على مذكرة أن منظمة التحرير الفلسطيني هو الممثل الشرعي لفلسطين، بينما دولة قطر تعتبر الممثل الشرعي لفلسطين حماس. يعني هذا أيضا من ضمن التناقضات التي تلعب عليها دولة قطر. مثلا الآن يعتبر حسب التصريحات التي نقل في وسائل الإعلام القطري قبل أسبوع أن حزب الله الإرهابي اللبناني الإيراني مقاومة. يعني هذا سابقا يا سيد عبد الباسط، يعني هذا سابقا، اما الان اختلف الامر، يعني منذ بدايه الثوره السوريه يعني الاعلام القطري يحارب هذه الميليشيات وعلى راسها حزب الله اللبناني. نعم سيد عبد الباسط. نعم، بالنسبة لمحاربة دولة قطر الشقيقة للميليشيات فإنها لا تحارب حسب وجهة نظري البسيط، لا تحارب إلا من تنفذ أجندتها. دعنا نرى من التي تحارب. أنصار الشريعة في ليبيا تدعم جبهة النصرة ولا تدعم المعارضة السورية المعتبرة المعترف بها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والعربي والدولي، يعني لا تدعم. نحن لم نسمع يوم من الأيام في وسائل الإعلام القطري أي سلوك مشبوه وأي دور سيد جندت عليه إيران. جيد. هذا دور مشكلة. سيد أباسط، يا سيد أباسط أطلنا دولة قطر مع إسرائيل. طيب. جيدة يعني جيد. أطلنا على سيد جميل، ولكن أريد منك أن تجيبني على عجالة. هذه الأمور كلها أنت تقول أنها معروفة سابقا، لماذا ومنذ زمن، يعني من بداية الثورة السورية على حد قولك قطر تقوم بدعم فصائل سورية محددة والسعودية تقوم بدعم فصائل أيضا سورية أخرى. الآن السؤال، لماذا طفى هذا الخلاف الآن على السطح، وما علاقة زيارة ترامب؟ يعني نحن نرى أن هذا الأمر أصبح بعد زيارة ترامب للسعودية، هل هنالك توجه دولي ربما نحو شيء آخر، نحو تجريم جماعات أو ما إلى هنالك؟ باعتقادي الشخصي أنه قمة الرياض قسم ظهر البعير، وقطر انزعجت كثيرا وحتى لم تحضر الافتتاح مركز اعتدال الدولي لمكافحة التطرف في الرياض، وعندما صنف وهذا يعني محور مهم جدا، عندما صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه في قمة الرياض أربع منظمات باعتبار منظمات إرهابية ابتداء من حزب الله الإرهابي وكذلك حماس وكذلك جبهة النصرة وداعش، فبالتالي ربما أنه دولة قطر الشقيقة لن تعجبها هذا التصريح، لذلك هي أيضا بدأت يعني تهاجم الرئيس الأمريكي وتقول أنه طيب. أيامه بات معدودة وأن له يعني صلات مشبوهة بروسيا وغير ذلك. لكن أنا بريد أن أستعرض معك ثلاث مواقف فقط إذا سمحت لي، ولكن على عجالة لأن أعطلنا كثيرا على السيد جميل. طيب كرما، على سبيل المثال يعني قطر تدعم إيران وتقول أن هذه الدولة يجب احتضانها،
كيف يعقل أن دولة معادية لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وله أجندة تخريبية وزعزعة أمن واستقرار الدول العربية يمكن أن نقبل بها؟ فنأمل أن تكون هذه رسالة عتاب من أشقاء إلى أشقاء وترجع الأمور إلى نصابها. سأعود إليك. طيب سأعود إليك سيد جميل. عذرنا يعني أطلنا عليك قليلا. العفو. ألا ترى سيد جميل أن قطر اختزلت ثورات الربيع العربي بجماعات معينة وحاولت ربما إبعاد صفة الثورة الشعبية عن ثورات الربيع العربي؟ يعني في البداية قبل ما أجيب على السؤال بس أجيب بالنسبة لضيفك الكريم، يعني ضيفك الكريم بياخد كل ما تم من حديث نتيجة اختراق لوكالة الأنباء القطرية والمقولة التي يعني نسبت إلى شيخ تميم على أساس أنه هذا كلام يعني صحيح 100%، مع أنه قطر نكرت تماما كل ما ورد في عملية الاختراق. اللي بدي أنا أستغربه تماما أنه لما قطعت السعودية علاقتها مع إيران نتيجة أنه تم مهاجمة السفارة والقنصلية وحرقة في إيران وفي مشهد، وكل الموقف الإيراني تجاه دول الخليج، ما شفنا أنه هنالك من لبى هذا الموقف مثل ما تم حاليا، أنه ما شفنا الإمارات قطعت علاقاتها مع إيران، ولا شفنا البحرين قطعت علاقاتها، ولا مصر، ولا جزر المالديف، ولا ما شابه ذلك، ولا اليمن. يعني الغريب أنه أنا مع العدو المباشر أبقي صلات الوصل قائمة بيني وبينه، ولكن مع ما يسمى الشقيق سرعان ما مباشرة أقطع الحبل السري بيني وبينه. هذا من جهة. من جهة تانية الحشد الشعبي، الأخ بيقول أنه قطر دفعت الحشد الشعبي. قطر لم تدفع الحشد الشعبي، قطر دفعت نتيجة ما يسمى، خلينا نسميه عملية ابتزاز، تمت نتيجة خطف 26 قطري دخلوا إلى المنطقة الصحراوية من العراق وتم أسرهم أكثر من سنة ونصف، فكانت عملية ابتزاز، فدفعت قطر أموال حتى يتم يعني إخلاء سبيل القطريين هذول، فما كان الدفع بهدف أنه لحاج الشعبي حتى يقوم بعمليات ضد السنة وما شابه ذلك. دولة بتحاول تخلص مواطنيها فدفعت أتاوي أو ما دفعت، خلينا نسميه حالة ابتزاز. اثنين، موقف قطر من الدول العربية. ملاحظ قطر قامت بدور جدا مهم فيما يخص موضوع لبنان عندما كانت في مشكلة أيام انتخاب ميشيل سليمان، قامت في أدوار كتير عديدة في السودان لتخفيف وقت التوتر كان بين الجنوب وبين الشمال، قامت في أدوار كتير، بينما هنالك أدوار مشبوهة للإمارات فيما يخص موضوع سد النهضة والكل ساكت عليه. يعني في أمور لو بدها تنكشف التعرية بتصير واضحة للكل، لكن من المعيب نحن كدول عربية أن يكون في تعرية في هذا التوقيت وأمامنا عدو آخر فيما يخص النصرة، لتصنف العالم كلها أنه هي يعني إرهابية. نحن داعش إرهابية ولكن النصرة ليست إرهابية. حاليا صار تصنيف الإخوان إرهابي، بكرة بصير تصنيف العرب كلها إرهابيين، فمعناته نحن لازم نلبي ما يسمى التصنيف الدولي لنا. يعني الإسلام في طريقه لا يسمى إرهابيا، يعني قريبا لا يمكن ما نستغرب أنه بكرة المجتمع الدولي ممثلا في الغرب بده يعين يقولوا انه الاسلام اصبح كلته ارهابيا، وبعده ممكن يقول العرب كلته ارهابيين. اخوان المسلمين لهم ايادي بيضاء على السعوديه، قاموا ببناء السعوديه. السؤال اللي بدي اطرحه دائما، ماذا فعل الاخوان المسلمين داخل السعوديه؟ هل هنالك اي عمليه ارهابيه قاموا فيها داخل السعوديه؟ هل هنالك اي نوع من التكتل كان داخل السعوديه؟ هل هناك بالعكس كل شخصيات اخوان المسلمين حتى الان موجوده وتدعو للحكومة السعودية، والحكومة السعودية سابقا وعلى يعني على لسان كثيرين من المسؤولين السعوديين قالوا أن الإخوان المسلمين كان لهم دور في بناء السعودية وفي التعليم وفي الصحة وما شابه ذلك. حاليا أنه نحن نستجيب لموقف مرسي أو طيب لموقف الإمارات. طيب طيب يا سيد جميل لنبتعد قليلا عن هذا الموضوع، كيف سيؤثر ذلك على الثورة السورية؟ أنا الوقت انتهى تماما،
يعني في التأثير الثورة السورية. واضح تماما. أول شغلة أن تنصرف دول الخليج تماما بتركيزها وباهتمامها عن سوريا، لأنه أي مشكلة حاليا تحدث بين دول الخليج في المنطقة هذه، مثل ما حدث مع اليمن وذكرت، أن تنصرف التركيز نعم عن القضية السورية ويصير تنشغل بنفسها، هي بحد ذاتها خسارة بالنسبة لنا. انتهى الوقت. بعدين يعني الضغط على ما يسمى قطر حتى توقف دعمها للنصرة بده ينعكس سلبا حتى على الوضع داخل سوريا، ما زالت النصرة تحارب النظام. طيب. سواء سموها إرهابية، سموها حبابية، اللي سموها اللي ما يسموها. أشكرك. لكن ما زالت النصرة يعني تقود مضاجع النظام. انتهى الوقت تماما. أشكرك جزيل الشكر أستاذ جميل عمار المحلل السياسي من ستوكهولم، والشكر كل الشكر للسيد عباسط الأركاني الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من الرياض. كنت أمل أن يكون هنالك متسع من الوقت، ولكن الوقت تداركنا بشكل كبير. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا في أخبار جديدة لنكشف لكم تفاصيلها ونغوص معا بين ثناياها. هذه تحيات محدثكم عمار الشاعر، لكم مني كل محبة، دمتم بخير وإلى اللقاء.